بتاك بوحده محمره وعليها الزيت والنعنع، بتاخدوها هيك وعلى المعده. غوالي السميت لحاله ما بيكفي، اذا ما في قدامه شويه زعتر اخضر فلسطيني على شويه زيت زيتون حرستاني، لا لا وبمشقيتهم شويه محمره شاميه واون يعني، على دبس وراشي عراقي هاريكه هاريكه، يعني شغل الله يبارك له. قربي سمعاني يا غوالي ولا لا؟ قربي لك عم امزح معك، قربي الكاميرا بس دغري بتصدق مو معقول. اليوم يا غوالي بدنا نساوي لكم أكلة تركية جدا مهمة، هي مو أكلة، الأتراك كلهم لازم يفطروا سميت. سميت شو هي؟ سميت معنى الكلمة كعكة، يعني هي الأكلة الرئيسية، يعني لازم كل تركي الصبح يفطر سميت ضروري. اليوم رح ساوي لكم إياها بطريقة جدا سهلة وبسيطة، شرفوا معي يا غوالي، خلينا نبلش يلا. رح تعمل العجينة عندي 5 كاسات من الكاس السحرية طحين، بيطلعوا 0.5 كيلو، هدول يعني هي كمية عم بعملكم اياها بتعمل لها ابو 7 8 قطع 6 قطع هيك بخمن انا يعني. بدنا زيت نباتي نكشة وبس، مكوناتنا سهلة وبسيطة، لكن هي العجينة فيها اختلاف بطريقة اللف ولما نغطها بالسمسم وهيك. اول شغلة بدي احط على الطحين معلقة واحدة ملح مقوقعة، نخلط الطحين مع الملح تماما، بعدين بنحط معلقتين سكر صغار، وبعدين بنحط الخميرة. شوفوا بدي احط خميرة معلقة واحدة مقوبعة، بالعادة لهيك كمية طحين بنحط كل ظرف الخميرة 10 جرامات، هالمرة بنحط 5 جرامات. ليش؟ لانه هاي العجينة ما بدها اختمار، يعني ما بدي اياها انها تختمر وتنفش، هي مالها هيك، فخميرة بينعطى شيء بسيط. بحركهم هيك مع الطحين كلهم. ليش حطيت الملح معهم؟ هو بالعادة نحن بنحط الملح لحاله، ملح ما بيبطل مفعول الخميرة يا جماعة، الملح ببطئ من مفعول الخميرة، وأنا هاد اللي بدي إياه، أنا ما بدي تنفش هيك، بدي إياها يواش يواش على قولة الأتراك. شيل لي البسطة من هون، مي دافية، إن شاء الله ما تكون سخنة كتير. كاسة 200 ميلي، وبدي أحط ربع كاسة يعني 50 ميلي، وشوف إذا بحتاج كمان أو لا. وبدي احط عليهم قدر معلقتين صغار من الزيت النباتي، بس مو كيلو زيت نباتي، معلقتين صغار، شايفين؟ هاي هي العجينة، بسيطة وسهلة وشغلتها فاضية. تاخد لها ربع مي كمان، يعني صار عندي كاسة ونص مي، قديش يعني 300 ميلي مي، وهي ربع كاسة. ها بظن هيك حاجتها. حلاوتها هي الاكله سريعه، يعني هلا اذا تكون تفطر ويعني بتفيق الصبح يا غالي بابو ساعه واحده بتكون خالع لك 7 8 سميت سخنين، وهي طيبه هي وسخنه الصراحه، هي وبايته خرج نشلف فيها ونفش فيها اولاد الحاره، فهي وسخنه كتير طيبه، ساعه واحده بتكون مساويهم تقعد تفطر وبتروق. صار لازم نتدخل نفوت بايدنا. ما اكلت عجن 5 دقائق، لما تكون المي دافيه كتير بتريحكم بالعجن وبتطلع العجينه مطاطيه بتتفاعل دغري، بس لما بدي لفها هيك بهذا الشكل وبدقها من هون مشان ما تعطيني اطراف، مشان لما قصها تطلع قطع متساويه. هلا بدي اقطعها. هلا حسب مركز البحوث التركيه قالوا انه وزن حبه السميد يتراوح بين 100 جرام الى 120 جرام ويمكن يتساقط امطار. هلا بدنا نقطعها يعني مثل ما تكون قطعه ابو شي 100 جرام يعني، وهي 6 7، هي 7 قطع متساويه صاروا. شو بنعمل لها للقطعه؟ نعملها هيك ما كتير، شي بسيط. شوفوا شايفين شو عم بعمل؟ هيك بدي اياها، اهم شي ما بدي اطراف رقيقه، هيك ما بضغط، شي بسيط. هاي قطعه، وهلا بدي ساوي الباقي، بضغطها من هون وبلفلفها هيك. بعد ما عملتهم بهذا الشكل زيت نقطه، شي بسيط بخه يعني. ها شوفوا هون نقطه 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 نقطه. بعد ما دهنتهم هن على الطاولة بنفس المكان يلي هن فيه، ما بحركهم مشان ما طلع جلي الصراحة، لأنه أنا اللي عم بجني هالأيام. لك عم بمزح اللي بسمع بصدق والله على الكشف، يعني أحيانا أنا بجلي مو على طول، باخذ ستريتش وبغطيهم هيك بهذا الشكل، بغطيهم من هون كمان، خلص بتركهم ربع ساعة، بس ربع ساعة ما بدي ريحهم أكثر من هيك. بهالربع ساعة ما عندي شغلات كتير بدي أعملها، الشغلات اللي بدي جهزها سمسم محمص، إذا الحمص مين جاب سيرة الحمص؟ إذا السمسم عندكم ني
لازم تحمصوا شوي لهذا اللون. انتبهوا هذا اللون مو هذا اللون، لو ورجيكم لون تاني. شايفين هذا اللون؟ مو هاد، هاد هاد كتير محمص، هيك لازم يكون اللون. وبدي كمان بحتاج اين انت يا ابا شفلحة، دبس، اي دبس، عنب او تمر، بس مو دبس رمان اكيد يعني اوعكم. ها بس هدول اللي بدي اياهم. هلا شو بدي اسوي بدبس التمر؟ بدي اجيب زبدية بدون ما اكسر اي شيء بالمطبخ، وحط من دبس التمر قدر معلقتين اكل، طبعا مهم انه يكون نوعيته يعني منيح ظريف. وبدي احط عليهم كاسة ونص مي. هلا بشوف لسه بدي احط لهم نص كاسة مي، يعني كاسة ونص مي لقدر معلقتين دبس تمر، لكن بيختلف عن نوع الدبس يعني اذا الدبس كتير تقيل ولا خفيف. بس هذا اللون اللي بدي اياه، شايفين هيك مثل لون الشاي تقريبا او تمر هندي. بجيب زبدية وبحط فيها سمسم، ما تخافوا حطوا سمسم كتير بترجعوا بتستعملوه يعني ما بينكب. وهلا بنستنى كمان شي 5-6 دقائق او 10 دقائق. اسف حبيبتي دلوقتي خبط باب النمليه فيكي. بنستنى ابو 10 دقائق وبعدها بنبلش الشغل. هدول هلكونا يا جماعه، ما في الا بيوقعوا، ما في الا بيوقعوا. لا قلنا حل كتير يعني، هاي القشه لا تشوفوها قشه بس ثقيله، وزنها شي 2 كيلو. هلا حطيت صينية عليها ورق زبدة، هدول ارتاحوا معي، خليني اكشف عليهم. بسم الله. اهم شغلة هي طريقة اللف وطريقة تشكيل السميد، كيف وشلون حسب ما بيساووا المعلمين. اول شيء بيحط شوية زيت هون، ما لازم يكون السطح اللي بدي اشتغل عليه فيه طحين لانه ما بتعود تلف معي وتعطيني الشيء اللي بدي اياه. باخذ القطعة المريحة، مريحة ربع ساعة. شوفوا بحط ايدي بالنص اول شغلة وبفتل. شو عم بيصير انا وعم بفتلها؟ عم بيصير عندي طابة بطابة. طب هذا الشيء غلط؟ لا، بالسميد هذا الشيء الصح، خلي طابة بطابة. ولما تكون مريحة العجينة تبعكم تفرد معكم بسهولة، بس بدي خلي طابات على الجناب. هلا بقلكم ليش، بدي افردها قريب النص متر ورفيعة. شوفوا شو رفيعة لانه بتختمر، شايفين قديشها رفيعة. هلا شو بساوي؟ باخذ هاي الطابة وهي الطابة بسكرهم على بعض هيك، بحطها هون. شو بساوي؟ بحط ايد هون وايد هون وبفتل هيك، شايفين؟ هيك شايفين شلون عم بفتل؟ اهم شيء من هون من عند الطابات نفتلها بشكل صح. صارت معي بهذا الشكل، شو لسه بقي عندي؟ بقي اني اضغط عليها. ليش؟ هي الطبقة وهي الطبقة واللي تحتها بالفرن وعلى الاختمار وعلى الحرارة بيفصلوا عن بعض، فبيطلع شكل السميد بخوف مثل شبكة العنكبوت، فنحن بدنا اياه يطلع ملفوف لف. فنحن لما نفتلها هيك شو بنساوي؟ بنضغط عليها، نفتل نضغط عليها. شوفوا شو عم ساوي، عم بضغط عليها. ليش؟ بدي اياهم يلزقوا ببعض، ومهم كتير يكون في زيت، الزيت هو بيخلي هاي الطبقات تلزق ببعضها مزبوط. لما يكون في طحين ونشاف ما بيلزقوا ببعض. هلا شو بدي ساوي؟ باخد هيك، شايفين؟ وهي الدعابيل يلي قلتلكن عليهم، هلا بقلكن شو شغلتهم. باخدهم وبفتلهم لهون، بطبقهم فوق هاي الدعبولة وبحاول سكرهم على بعض كتير منيح بهذا الشكل، وبحطهم بقلب كف ايدي هيك، شايفين؟ وبحطهم وبفتل هيك. شو الفكرة وليش دائما الناس لما تساوي شغلة فيها هيك حلزون وفيها وصل شو بيصير معهم؟ بيصير عند الوصل رقيق رفيع كتير، او بيصير دعبولة كبيرة. نحن بنخليه دعبولة وبنفتله بايدنا هيك، بيقوم بيعطيني نفس السماكة هي. هلا شوفوا كيف، شايفين؟ صارت عندي نفس السماكة من كل الجهات، شايفين كيف؟ بهذا الشكل. وهلا رح كملهم كلهم يا غوالي وارجع لكم وارجيكم المرحلة اللي بعدها، اللي هي كيف بيطلع اللون هذا تبع السميد وشو السر تبعه. مو بس السميد، كثير شغلات الاتراك بيعطوها هذا اللون اللي هو بيطلع من الدبس. هلا بتشوفوا كيف. هلا باخذ اول وحده ساويتها، بتكون ليش؟ لانه بين ما ساويت الباقي بتكون هي ارتاحت. شو بساوي؟ بنزلها بهذا الخليط، ما بخليها كثير شيء، انه بس تاخذ منه وبطلعها. بعدين بنزلها بالسمسم بهذا الشكل، تاخذ سمسم قد ما بدها لانه هي الاكله هيك يعني كلها سمسم. بعدين بفردها بهذا الشكل، شايفين؟ لانه هلا هي بدها تنفش، بدها تختمر، فما بدي اياها سميكه. في ناس بتساويها بتطلع معهم كتير سميكه، وانا ما بدي هذا الشيء يصير معي. باخذها بحطها هون، شايفين؟ بهذا الشكل. بدي احكي لكم على شغله كثير مهمه. طبعا هي الطريقه تعتبر من الطرق السهله المنزليه، لكن بالمحلات
بيكونوا معلقينهم هيك على السياخ شي 1000 وحدة، بيكون عندهم برميل فيه من المي والدبس سخن بينزل لقلبه، منه بيختمر ومنه بيتشرب من هذا المي والدبس ليعطيه لون الأحمر هذا، يعني ياخد لون أحمر أكتر من ما يطلع معنا هذا اللون نحنا، يعني هلا نحن ما حيطلع معنا نفس اللون ممكن 100%. فهذيك الطريقة بدها شغل أكتر، فأنا عم ساوي لكم طريقة منزلية، طريقة سهلة تقدروا تشتغلوها بالبيت وما تاخد معكم وقت وتعذبكم. شوفوا ما أحلاها، شايفين؟ ولا أحلى من هيك ولا أسهل من هيك. ها عالسمسم، وين سميكة؟ برفعها. وين بلاقيها سميكة؟ برفعها. ها الصينية تبع الفرن بتسع معكم 6 حبات. هلأ شو اللي بدي ساوي؟ بدي غسل إيدي طبعا، وبدي غطيهم وأتركهم ربع ساعة بس هيك ليختمروا. طبعا فرني شغلته أنا أول ما بلشت فيهم، شغلته على حرارة 200 فوق وتحت. هلأ هدول بريحهم ربع ساعة وبعدها بدي فوتهم على الفرن. وهلأ نكشف عليهم، شايفين؟ ما اختمروا شيء، إنه شيء بسيط راحة يعني ما أكتر. إذا عنا بخاخة مي، إذا عنا بخة مي مشان ما ينشفوا بالفرن هيك من بعيد. هلا باخذهم وبحطهم بالفرن شغال على حرارة 200 صار نص ساعة فوق وتحت، بحطهم فوق النص تحت النص قصدي برف واحد بهذا الشكل، وبخليهم قديش بياخذوا. حلاوة هي الأكلة إنه ما بتاخذ وقت بالفرن، يعني ما أنا عم بعمل جاتو يا غالي بتبتيها 50 دقيقة، هي حلاوتها 20 دقيقة بتكون جاهزة. بس بهال 20 دقيقة يا غوالي مو تعدوا لي، جهزوا لي شوية زيت وزعتر على شوية لبنة على شوية حمص على شوية مسبحة، يعني هيك تشكيلة، يعني عرفتوا شلون؟ على بريش هاي، خلينا نحط بريش الشاي ونستقبلهم لأنه بدنا ناكلهم سخنين. بس تبلشوا يا غوالي تشموا ريحة شي عم يحترق معناها صاروا جاهزين بسم الله، لأنه لازم شو هيك ياكلوا لهم تأميرة بسيطة. أخذوا معي 23 دقيقة بالضبط، شوفوا شوفوا هاد اللي بده وحدة الله يبارك له. بسم الله بسم الله، مع احلاهم الريحه، الريحه ما بتنوصف. هاي الاكله هي وسخنه كتير طيبه، هي بتتاكل هي وبارده بس انا بفضلها هي وسخنه، فهي وسخنه اخذوا عليها. يعني غوالي السميت لحاله ما بيكفي، اذا ما في قدامه شويه زعتر اخضر فلسطيني على شويه زيت زيتون حرستاني وبمشقيتهم شويه محمره شاميه على دبس وراشي عراقي وشويه زيتون تركي وعلى شويه مسبحه شاميه وشويه لبنه وكم قطعه خيار وكاسه شاي، هيك بتكون امورنا باللوز يا غوالي. وهلا خلينا ندوق. بسم الله، شوفوا لي على السميدات، شوفوا السميد شو بتتميز، شايفين؟ سمعانين؟ قرب على الميكروفون، سمعانين يا غوالي ولا لا؟ هيك لازم تكون فيها قرشة، شايفين؟ ومن جواتها طرية، شوفوا ما أحلاها من جواتها، تاخد العقل. هاي بتاخدها هيك يا غالي، وأول ضربة لازم تضربها فيها شو؟ شوية زعتر، قصدي زيت، على شوية زعتر هيك، شايفين ما أحلاها؟ وهي على المعدة دايركت. سمعانين القرشة ولا لا؟ هاريكا هاريكا نفيس بشي. ورح اقوها بوحدة شاي عمل جايكم كلكم بالدور بعد الزعتر، تفتك بوحدة محمرة، شوف 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 وعليها الزيت وهالنعنع، هي نفسها يلي ساويتها وين؟ لا بالفطاير على المقلاية، نفسها هي اللي زايدة تاخدوها هيك وعلى المعدة. لا 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 مع المحمرة واون، يعني يعني شغل الله يبارك له. كمان وحدة وحدة لبنة بزيت الزيتون والنعنع، بس هي ما بتلحق بكاسة شاي، بتلحق بخياراية. حبيبتي انت ما بتحبي هذا السميد؟ ليش متضايقة؟ لا انه شوية حمص عشان ما يزعلوا منا جماعة العراق، هذا دبس وراشي طحينة يعني جايب لي اياهم مقيت من العراق، اطيب شيء ممكن تذوقوه بحياتكم، اطيب شيء. الدبسات قاعدين تحت، قال شو دبساته مراق. شوف شوف يا غالي، يا ويلي يا ويلي يا ويلي. لا هاي بوحدة ما بتمرق، بدها وحدة تانية. شوف شوف وعطيها طحينة خرافية. قربي قربي لك عم امزح معك، تعالي قربي الكاميرا بس دغري بتصدق مو معقول.
حبايب القلب، اذا عجبتكم وصفه السميد مثل العاده شكلتوا لنا الامور، بس قبل ما تشكلتونا شوفوا كيف لازم يكون لونه من تحت هيك. وهلا شكلتوا لنا الامور. كان معكم شيف عمر، سلام. مش مشكله هي مرتي بتاخذها، بدي اخذ طاوله كلها معي واطلع.